تحياتنا شباب، تحياتنا لكل متابعينا. مثل ما وعدتكم اصور لكم اول من ذب الفحل، هذا اللي اسمه موال، هذا اللي تخريج هذا الطير نذبه ويا هاي الطفره حتى نزاوجها، او حتى بالاحرى نوالف اللي الموسم تقريبا خلص. ف اليوم راح اذبه وياها. انا اختاريت هذا الفحل لان هذا الفحل شبه اليف صاير، راكد كلش، حتى يفيدني انه ما تاثر عليه البزون اذا شافها، مو مثل الوحشات. الوحشات شويه من يشوفهم بزون الوضع مالتهم يختلف، يتركن التزاوج، يتركن الافراخ، يتركن كل شيء. اما الاليف شويه السلوك مالته يكون ابرد فما تاثر عليه البزونه. هذا الفحل ما شاء الله راكد كلش. طبعا هو هذا مخلف وحشي انا مخرجه بال 2015، بس هسه راكد كلش. ابقوا ويانا خلينا نفتح ويا النثيه. هسه الفحل خلينا القفص مالته بداخل القفص مال النثيه. نثيه زايفه مثل ما جاي تلاحظون. هسه الفحل ما طلع من القفص لي هسه. شوية ما اريد استعجلاني اخبصه واطلعه، اريده هو يطلع براحته. يا هسه هي النثية زايفة ما شاء الله وجاهزة. هذا الفحل انا اريده هو يطلع براحته. شوية ما يندل فتحة الباب، ما يندلها لأن النثية واقفة لي فوق، ولو النثية تنزل لي جوا بالقاع هسه يطلع لها رأسها. ها بالمناسبة شوفوا هسه النثية شلون قامت تزاوف، هم فتحت ذيلها وقنبرة ظهرها مثل مزاوف الفحل، يعني المزاوف إلى شكلين بالبلابول، يعني النثية تزاوف زوافين، الفحل زواف الفحل وزواف النثية، والفحل هم نفس الحالة يزاوف زوافين، زواف الفحل وزواف النثية. ليش؟ مرات يعني النثية تطلب الفحل فتزاوف مثله، ومرات الفحل يطلب نثية فيزاوف مثل النثية، يعني ماكو شيء ثابت. مرات الفحل إذا يريد يعارك هم يزاوف مثل النثية، فماكو شيء ثابت بعالم البلابل، ماكو معلومة ثابتة 100%. نحاول نطلعها احنا قوي انا بالله. هاي طلعنا الفحل، انا ردت اخليه يطلع يعني هو وحده، بس هذا شويه السالفه تطول الوقت، وانا اريد اصور حتى نستفاد من الوقت، ما نحب نطول الفيديو. المهم هسه هو هذا اللي جوا شويه بعد، خايف من القفص، ما يعرف وين يوقف، ما يعرف وين يروح. النثية تحاول تتقرب له، ما اعرف تتقرب له بود او تريد تعاركه لانه مكانها. انا ما والفتهن طبعا مباشر لان القفص كبير ما يحتاج موالف.
للأسف ما شوي ما متعود على القفص. لو بس يوقف على هذا المجتمع الأمور تتحسن. يطلع حسه هو من القفص يرجع القفص طبعا يوم متعلم على هذا القفص فيريد يطلع يرجع له. نحاول نوخره من هاي الزاوية. هسه حاولت يعني جبرته انه نحوله على هذا المجتمع. طبعا النثية زايفة فول وجاهزة للتزاوج، هو هم ماكو مشكله اكيد هم يزاوب كان عندي، بس لانه القفص جديد الطير ما ماخذ راحته بعده. عموما راح نقطع حس الشباب لان الظاهر هذا الفحل شوي سالف تطول، هذا يريد وقت حتى يتعود على القفص. وان شاء الله انا انزلكم اول باول اي تطورات تصير. شوفوا فحل بعده يشوف القفص مالته يريد يطلع له. يلا تحياتنا شباب.